إن الخليقة التي أبدعها الله تعرضت للسقوط بسقوط الإنسان، وقد ظهر هذا السقوط على مر السنين من خلال الأمراض والموت والزلازل والأعاصير والمجاعات والكوارث والحروب، ولكن الله في حكمته الأزلية لم يتركها وشأنها، بل وضع لها خطة فيها تتحرر الخليقة والإنسان من الفساد، وبحسب وعده تنتهي بسموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. لقد بدأت فترة الفداء بعد السقوط مباشرة، فبعد سقوط آدم وحواء وعد الله أن يرسل فاديا ليصلح أضرار السقوط، ولكن فترة الفداء لم تزل كل نتائج السقوط مباشرة، كانت العملية بطيئة، وستكتمل عملية الفداء حين يعود يسوع ثانية، وحتى ذلك الحين سيستمر السقوط في التأثير على كل البشر ومن ضمنهم المؤمنين، بينما ينتظر المؤمن مجيء المسيح الثاني الذي سيترتب عليه فداء الإنسان والخليقة بشكلها الكامل. عليه أن لا يسترسل في الكسل واللامبالاة تجاه ما يحدث حوله. يريدنا الله أن نساهم في نشر الأخبار السارة وأن ندعو الجميع للخلاص. اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. وحتى يتم الكرازة بنجاح، على المؤمن أن يكون في علاقة حية مع الله أبيه، أن يحبه من كل قلبه وعقله وقدرته، وأن يكون في علاقة سليمة مع أخيه الإنسان ويحبه كنفسه، تتميماً للوصية العظمى. في الصلاة الربانية علمنا يسوع أن نقول: ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. ومشيئة الله هي أن يخلص الجميع وأن يقبلوا إلى الحق، أي إلى معرفة ربنا يسوع المسيح. ولكن للأسف فعبر التاريخ ارتكبت الكنيسة خطأين في آن واحد. الأول، ركزت الكنيسة على خدمة الملكوت التبشيرية، وهذا ما نسميه إنجيل الخلاص، ولكنها أهملت الجانب الاجتماعي للإنجيل. الثاني، ركزت على الإنجيل الاجتماعي، أي على إصلاح المجتمع، وأغفلت الجانب التبشيري، فلم تذكر الخطيئة وأثارها وحاجة البشر إلى الخلاص. عبر القرون الماضية انتشرت رسالة الإنجيل إلى أماكن عدة في العالم، فامتد الملكوت، ولكن هنالك أيضا الكثير من الأماكن التي لم تصلها الرسالة بعد. ولتدارك هذا الأمر نجد يسوع قبل صعوده إلى السماء أوكل لتلاميذه المأمورية العظمى، وأوصاهم بأن يصنعوا له تلاميذ من جميع الأمم. هذه الوصية هي لكل مؤمن، وعلى مر التاريخ قدم الكثير من المؤمنين تضحيات عديدة في سبيل نشر رسالة الإنجيل. إن القرن المسيحي الأول الذي ولد فيه العهد الجديد لم يكن نزهة هادئة لرسالة الإنجيل، لكن هذا لم يوقف المؤمنين، لقد استجابوا لإرسالية الله التي أودعت إليهم بواسطة يسوع، واجتازوا الأخطار بخطى واسعة. وهكذا ينبغي أن نكون. إن الأخبار السارة ليست فقط أن يسوع جاء بالخلاص قبل 2000 عام، بل إنه سيأتي مجددا آتيا بالفداء الكامل والتحرر للإنسان والخليقة. ومع أن البشارة يجب أن تنطلق بشكل ذاتي من الإنسان، لكنها بالحقيقة وبسبب تكاسله واعتياده على تمييع الأمور وإضاعة مغزاها، جاءت الأوامر من الرب داعية إياه لحمل الخبر الطيب إلى المحتاجين اليائسين. لذلك دعيت هذه البشارة التي حملتها الكنيسة إلى كل الشعوب بالمأمورية العظمى.